تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقيمت صلاة الغائب في مختلف جوامع المملكة على ضحايا الزلزال في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد أصدر بيانا كلف فيه كل من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتعميم على جميع الخطباء في الجوامع لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال بعد صلاة الجمعة. بناء على توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله بإقامة صلاة الغائب على شهداء الجمهورية التركية والجمهورية السورية. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم نحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.